معلوم المشروع ديال قانون مسطرة المدنية تم تمريره بأقلية الأقلية في الحقيقة، وهنا لابد أننا نسجل ملاحظة كيف على أنه مشروع مرتبط بحقوق الدفاع ومرتبط بحقوق المتقاضين ومرتبط بحقوق المواطنين يتم تمريره بذلك العدد، وهذا كيطرح سؤال حول الأدوار ديال مؤسسة البرلمان في التشريع وحول دورها في إقرار قوانين فعلا تعبر على المطالب ديال المواطنات والمواطنين في إقرار تشريعات وقوانين أولا توازي وتكون متلائمة مع الدستور، ثم ثانيا تحقق لهم العدالة والطمئنان القضائي. من بعد ما تم تمريره اليوم الأكيد على أنه مشروع ديال القانون سيحال على الغرفة الثانية، وهنا جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكذلك مختلف الإطارات المهنية ومحاميات المحامين أكيد أنهم غادي يتابعوا المسار التشريعي ديال القانون على مستوى على مشروع القانون على مستوى الغرفة الثانية، وأكيد على أنه غتكون هناك مواكبة ترافعية وهذا هو الأساسي من أجل التأثير في هذا المسار التشريعي بشكل إيجابي بشكل يحقق المراجعة ديال هذا المشروع ديال القوانين خاصة في العديد من المضامين اللي كتضرب القواعد اللي هي قواعد السورية على رأسها التقاضي على درجتين، على رأسها ضمان ديال حقوق ديال الدفاع، على رأسها ضمان ديال الطمئنان القضائي، وعلى رأسها ضمان ديال الولوج العادل والمستمر، وعلى رأسها كذلك حتى تحقيق المساواة أمام المتقاضين اللحظة اللي غادي يباشروا الإجراءات القضائية داخل المحاكم. هذا جانب، الجانب الثاني كنعتقد أنه هو جانب مرتبط بالفعل الاحتجاج إنجاز التعبير اللي ممكن أنه يمارسوه المحاميات والمحامين بمختلف الطرق المشروعة وبمختلف الطرق اللي هي المنصوص عليها دستوريا واللي هي منصوص عليها قانونيا واللي كتعطي المحاميات والمحامين أنهم يباشروا مختلف الأشكال النضالية من أجل ممارسة نوع من الضغط الإيجابي من أجل تعديل هذا المشروع ديال القانون. الوقفة ديال اليوم تأتي في إطار الهبة ديال الدفاع من أجل الدفاع على المواطن في الدرجة الأولى وحقه في التقاضي، وللحيلولة دون تمرير مشروع قانون مسطرة المدنية الذي يتضمن واحد الفكر إقصائي وتمييزي، وستصبح المحاكم خاصة بالأغنياء وسيصبح المواطن أو المتقاضي الفقير مجبر على أنه حد المحكمة الابتدائية ولا غامر قاعد يمشي للاستئناف، وتصبح محكمة الاستئناف محكمة نقد حكر على القضايا اللي اعتبرها المشروع ذات أهمية مالية دون الأهمية ديال العدالة، بمعنى أن اليوم المحامي ينتفض بالنيابة على جميع المتقاضين المحتملين للمحكمة باعتبار على أن هذا المشروع يتضمن ما يشبه السم المدسوس بين البنود دياله، وهو يمثل أو يرسخ للليبرالية المتوحشة، وأن التمرير دياله بهذه الحالة للأسف الشديد تم التمرير دياله من طرف مجلس النواب اللي كانوا فيه السادة النواب الأمة على أنهم يعني امتثلوا التعليمات ديال الحزب لحسابات سياسية على حساب ما هو قانوني وعلى حساب العدالة وعلى حساب الإنصاف. فاليوم كاين هاد الوقفة واحتمال جهة وقفات أخرى من أجل الحث ومن أجل دعوة الحكماء على مراجعة هذا المشروع، لأنه مشروع غادي يحكم على المديع الدولة لمدة 50 سنة مقبلة، وهو مشروع فيه انتكاسة على مستوى العدالة وعلى مستوى الحقوق. هذا المشروع الذي لا يعكس رفعة للحقوق والحريات بقدر ما يعكس ردة دستورية ورجعة حقوقية لا مثيل لها على مستوى التشريع المسطري.
ومن يوهم المواطنين بان هذه الانتفاضه ديال المحامين هي انتفاضه فئويه واهم، ويحاول تغليظ الراي العام. ذلك ان حرمان المتقاضين من حقهم في الاستئناف والنقد لا يعكس اي مساس بالمحامين بقدر ما هو مساس بحقوق المواطنين. كذلك لا يمكن اعتبار تدخل النيابه العامه وفتح الباب على مصراعيه دون ما اي اجل او قيد لطعن في الاحكام القضائيه التي يمكن ان تكون قد حازت حجه المقضي به. لا يمكن ان يعتبر هذا المقتضى مقتضى دستوريا، لانه يؤثر على استقرار المراكز القانونيه ويؤثر على الامن القانوني للمواطنين.